اليوم رجعت لكم بمقطع جديد عن لعبة السكم، ولكن هذا المقطع رح يكون مختلف تماما عن مقاطع السكم السابقة، لانه بهذا المقطع جالسين نلعب بسيرفرنا اخيرا وليس اخرا. السيرفر هذا رح يكون فقط لليوتيوبرز يعني، ففي عندنا كم يوتيوبرز رح اشرح لكم كل شيء بعد قليل، ولكن يا جماعة اتمنى منكم تضغطون زر اللايك العلوي تيشيرت السكم اللي انا لابسه. شوف بوريكم حركة، شوف معنا شباب تيشيرت من شركة سكوب. يب شباب يب، الشركة قررت ترسل لي تيشيرت خاص يعني، ومو بس هيك الموضوع، يا ريت الموضوع انتهى هنا يعني. إذا كنت تتابعني على انستغرام كنت راح تعرف إن هذا التيشيرت استلمته من أسبوع يعني، وكل شيء نزله حصري على انستغرام. لا تنسى رابط الانستغرام موجود بالوصف، وخليني أوريكم كمان. الشركة قررت تعطيني تيشيرت ثاني يعني مثل ما شايفين، ولكن هذا التيشيرت موقع من الفريق خص نص. تخيلوا معنا شباب، تيشيرت موقع من أعضاء الفريق اللي مسوين لعبة سكوب. اوه ماي جاد يا حبيبي، شيء جدا خرافي صراحة يعني، انا اعتبره شباب شيء جدا خرافي. ورب شوف معنا بالله عليكم. انا ما ادري بالنسبة لكم يا جماعة، ولكن انا لعبة جدا اعشقها والعبها، ويعطوني لسه تيشيرت موقع من الفريق صراحة ما يصير والله. الان خليني اشرح لكم شوي عن السيرفر اللي موجود امامنا. طبعا السيرفر هذا هو سيرفر خاص، ما في اي احد يدخل يخرب علينا يعني، سواء كان ستريم سنايب ولا اي شيء، ما في، ما يمديك تدخل السيرفر، فيه كلمه سر يعني. اخيرا خلصنا من اني اطلع من السيرفر القى نفسي مسروق من اليوم الثاني. والشيء الحلو بموضوع ان السيرفر صعب نوعا ما، اوكي. في عنا كمان اشخاص ثاني رح تنضم بالمستقبل طبعا، اكثر واكثر رح نصير، ولكن انا افضل العدد القليل عشان نكون هيك بين بعضنا يعني. اوه عالطير هذا، سلام عليكم يا حبيبي. فبس شباب حبيت اخبركم انه الفكره من هذا السيرفر بكل اختصار انه كل واحد رح يمدي يبني بيت ببقعه معينه، وعلينا نسوي الامور كانه سيرفر رول بلاي، عارفين كانه حياه واقعيه السيرفر هذا. انا بس رح اسلم عليهم يعني، انا ما اخبي عليكم شباب، ما رح اسرقهم ها يعني، ما رح اشتغل بهذا المقطع عشان اسرقهم بالمقطع الجاي اكيد لا يعني، اتوقع انكم فاهمين الفكره. والله يا شباب اني ما رح اخلي ولا واحد منهم، وما اخلي ولا واحد منهم يتهنى، رح اسرقهم كلهم قريبا ان شاء الله. فبس انا حبيت بس اخبركم انه افتتحت سيرفر هنا. انا وين مرسبن الان؟ شوفوا مكاني يا شباب، رسمنت تقريبا عند السي 1. صراحه هدفي انه ما اكون هنا بهي المدينه، اتوقع اني بنزل على هي المدينه الان فورا وحالا. طبعا الشباب انا ما اعرف فينهم، الخريطه جدا كبيره يعني، فكل واحد ماخذ مكان جالس يبني فيه وجالسين يلعبون، فان شاء الله التقي فيهم الان. طبعا انا هدفي يا جماعه من هي السلسله كلها اني ابني قاعده عسكريه جدا ضخمه لي يعني، يكون عندي هيك مبنى جدا عملاق وضخم وفخم وسيارات وحركات ولوت. يعني مثل ما تعرفون هذا سيرفر هو سيرفرنا يعني، السيارات موجوده بكل مكان. بسم الله. اول شيء راح اوه هي المدينه وصل هنا. طبعا انا مضطر الوت بالبدايه، مثل ما عارفين سيرفر اصلا صعب، فبدون شيء انا راح اعاني. ترى هنا السيارات ايزي بتحصلوها شباب، والله ايزي. دقيقه الان اوريكم، خلي بس ادور اذا في عندي حبه دره ثانيه. بس بالله عليكم حبه دره، ليش ما في دره هنا؟ هنا دره، دره ما في. اوكي ما علينا، تعال بدور هنا، يا رب احصل سياره على الاقل. هي السياره ما يمديني اخذها، بدور على السريع كمان. مش ما اعرف فينهم الشباب والله. اوه الباب هذا مفتوح، ليش في احد كان هنا؟ اجل شباب هذا الباب مفتوح، يا رب حقيبه. لا يا الحظ البيض، لا لا يا الحظ البيض، ما في ولا شيء يا حرام. اوكي هاي القفازات باخذهم، هنا حقيبه بالله عليك يا حرام. اريد ادور بالكراج، اجل عشان احصل حقائب لازم بالكراج والله، غير هيك مستحيل احصل حقائب. شباب كتبت هاي بالشات، بشوف من راح يرد علي الان. هل يا ترى في احد جالس يلعب ولا لا؟ كتبت هاي انا مش ما ادري اذا احد رح يقرا ولا لا الصراحه يعني، اتوقع ما حد مركز بالشات، كلهم مركزين بالجيم، واتوقع انه في احد 100% كان هنا. يا حبيبي ماخذ كل شيء من هنا ليش؟ هاي سكينه، والله ودي اصنع لي حقيبه بس بنفس الوقت ما ودي يا اخي. هنا ومطرقه، ليتس جو، هي لعنه مطرقه. ها زاك كتب شباب، زاك كتب يو. طلع زاك جالس يلعب. اوكي شباب كشفنا، كشفنا واحد جالس يلعب الان. اوكي الان انا بكمل هنا، بروح على شباب بروح على هي المدينه الكبيره، احتمال كبير القى السياره. انا اريد سياره لانه مثل ما قلت لكم اريد اخيم بنص الماب يعني، اذا كنت هنا يمديني اوصل هنا 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 هنا، عارفين. وطبعا الفكره انه نحصل سي 4 ونفجر بيوتهم. اوكي انا ما عندي مزح ابدا ترى، انا راح اشتغل على هذا الموضوع من الان ابتداء من هي اللحظه. راح ادور على جرين كارد، نروح على منطقه السي 4 ونحاول نجيب سي 4 ونحاول ندخل على بيوت ونقتحمها. اوكي انا وصلت الان الى المدينه الكبيره هاي اللي شايفينها امامكم. فشباب خليني ارتاح هنا عشان اكسب شويه نقاط، مثل ما تعرفون اذا ارتحنا بهذا الشكل يمديني اكسب نقاط من فوق ايزي. شباب اريد حقيبه بالله عليكم يا اخي. هي هنا ما في، هنا ما في، هنا 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 بالله عليك هنا.
اوكي قبعه، حلو هالقبعه شباب. اوه اعطوني قفل كمان، حلو القبعه. شوف القبعه تبعي شباب، لا تقولوا لي والله قبعه خرافيه صراحه. هنا هنا بالله عليك حقيب صغير يا اخي. لا يا عمي ما في حقائب ابدا يا اخي، والله حرام. بدور على السياره مثل ما قلت لكم، ما لازم اضيع وقتي ابدا، اريد سياره من هنا يعني اريد سياره. هلو اني بودي هير. ما في شيء مهم يا شباب، اللوت كله فارغ يا اخي. زومبي ابعد عني، لا اوريك ابعد عني والله. يعني تبيني اسلخك؟ خذ. لا لا خذ هاي واحده، اعطيتك بس واحده متت. شوف الحيوان والله دمجني يا ليل. شلون دمجني يا اخي والله حرام. معلش يعني اضطريت اغير الكنز، والله الدنيا مره برد يا شباب، بردت كثير يعني. ما علينا، جالس افكر اني ابني لي بيت. شباب هاي الحلقه، شوفوا شباب بهي الحلقه ناوي صراحه اني ابني لي بيت اوكي، بس لازمني قفل. مثل ما تعرفون اذا جبت بيت وما مدينا احط عليه قفل مشكله، فيا اما بسرق بيت يا اما ببني لي بيت، واحده من الاثنين يعني. لا يا عمي لا، مسكت اوكي انا بموت. زومبي هنا سريع يا اخي، موت يا اخي، زومبي سريع كثير والله. يلا شباب بدخل هنا بدور اذا في حقيبه داخل هنا ولا لا. مفتوح، ليتس جو، هذا اللي نحتاجه. نطلع من هنا شباب، ما حصلنا حقيبه كمان، والله شيء جدا مؤسف صراحه يعني. لا سياره ولا حقيبه ولا شيء. تدرون ايش يا جماعه، ودي اروح معسكر، والله ودي اروح معسكر اضبط وضعي من الان. اتوقع الشباب كلهم مضبطين وضعهم، باقي بس انا مو مضبط وضعي ابدا يعني، كلهم جايبين اسلحه وهي الحركات الا انا. اوكي شباب مشينا باتجاه المعسكر فورا وحالا. مثل ما شايفين الاكل عندي صار تحت جدا جدا سيء، صار عندي 26% اكل، هذا لانه ما جالس اكل ابدا، ما احصل اكل، ما احصل اي شيء ثاني. تدرون ايش يا شباب، ليش ما اصنع لي حقيبه من هنا على السريع؟ والله راح تفيدني كثير ترى، احتمال كبير ما احصل حقيبه بالمعسكر. لازمني حبل، ايزي بجيب حبل. مشينا، عندي سكينه بيدي اصلا، حبل ارجوك. ليتس جو، صاير راح مني بنطلوني، بس كسبنا الان حقيبه طيبه يا شباب. اوكي صنعنا حقيبه وليتس جو. اوف مشينا يا شباب مشينا. الساعة حاليا اوكي 14، نايس. الساعة 2 الان يا جماعة. اوه وصلت على المعسكر انا تقريبا. صوت خنزير، وين الخنزير؟ اريد اصطاده. شافني؟ شباب احتمال اموت. وين في واحد ثاني؟ اما ادخل ادخل. سكر. ما دخل، اوكي ما دخل. ليتس جو. شباب والله نفدت من الموت، بيع عجوبه يا حبيبي. نفدت من، اوه كفو كفو. اوه شباب باخذهم، هذا باخذهم. والله اريد ادخل المعسكر بس مشكله اسمع سامعين صوت الزومبي المتفجر. هي هو تحت. اوه ماي جاد، شو هاي؟ لا هي غش صارت، بالله عليك لا موت لا موت، بالله عليك شباب شو هاي؟ والله غش. يمدي يدخل من الشباك. انفجر واحد، والله ما تنفجر فيني. اوه ماي جاد شو هاي؟ ليش؟ لا لا خربانه شباب، المحاولة هي كانت فاشلة. اوه ماي جاد انفجر. صراحة أنا توقعت إنها تكون صعبة، بس للأمانة ما توقعت إنها هي صعوبة يعني نوعا ما. جي جي شباب جي جي، متنا هيك من ضرب. اوه وين رسمت أنا؟ أنا وين؟ أول مرة أحصل دب باللعبة شباب والله العظيم. شو هالدب هذا؟ من متى؟ بالله عليك والله دب كيوت. اوه ماي جاد تلحقني، لا لا تذبحني بالله عليك. أوه شو هي علقت، لا تلحقني ارجوك، لا بالله عليك لا 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 يا دب، لا بالله عليك لا لا ابعد عني ارجوك يا دب، بالله عليك لا اركض اخي عامر اركض ارجوك، لا دب لا 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 اركض لا توقف. والله والله من عضه اموت شباب، والله من عضه اموت يا اخي، لا تذبحني دب بالله عليك. اصبر يا دب اصبر يا بالله عليك. علقت علي، وين انا؟ ايرور. اوكي شباب اتوقع اني متت. أنا شباب الآن رسبنت، للأمانة ما أعرف وين راح الدب ولا ودي أعرف. خلينا نصحى الآن وخلينا نكمل مشوارنا. خلينا نصحى الآن ونكمل. والله ما أعرف شو صار يا أخي، يا حرام راح كل شيء علينا. واو هذا البيت حلو والله لو أخذه لي. واو شباب شوف البيت هذا محلاه. أوكي ناس جيب لي هاي حبيب معانا. يا أخي ما ودي أبدأ كل شوي من جديد، والله حرام إني أموت يا أخي، والله العظيم حرام اللي صار شباب، والله قهر. هذا معسكر؟ شباب جيت على معسكر كمان من جديد، شوف معنا معسكر طلع هنا بهذا المكان، صراحة أول مرة أعرف هذا المعسكر. أوكي. هناك روبوت معنا، اوكي نايس، الروبوت معنا من فوق. اوكي انا شباب منطقة حرج، الروبوت رجع. هناك هناك دخلت المعسكر من هناك، بروح عليه على السريع. لا يا اخي من فين شافني يا اخي؟ والله غش، بالله عليك شفتني من الفتحة. تعال تعال والله اوريك، تعال والله اوريك تعال. يلا روح لهناك، روح. روح دور عليه. يا وغد روح دور عليه، روح. والله خرسني ها. انا بروح شباب والله بروح، عيب ترى. اوه ماي جاد متت 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 شباب متت. لا اوه شيت الحمد لله. سكر سكر سكر، وات ذا فاك شباب شو هاي؟ سكر سكر بسرعه. واو شباب الحمد لله وصلنا، الحمد لله وصلنا، لا حد يسالني شلون وصلنا، الحمد لله وصلنا. بسكر كل الابواب هاي. اوه شيت يا حبيبي والله نفدنا.
هيك وضع ما رح ينفع ابدا. اريد حقيبه بالاول، خليني ادور. انت تعال هنا سوي لي فيها بطل، انا اوريك. اريد حقيبه يا حبيبي، جيب لي حقيبه يا اخي. هذا متى يموت؟ هذا موت يا عمي، شوف ما يموت ترى، يصحى ويموت كمان. موت واخيرا مات. حمامات، من متى حمامات هنا؟ ايزي حقيبي، بالله عليك حقيبه، ولو انه سيرفر حقيبه. ليتس جو، واخيرا ليتس جو. اوكي شباب، حقيبه بسيطه نوعا ما بس كويس كثير يعني، فعشان هيك احب جدا احب اني ادخل هاي المعسكرات كلها بسبب اوه مخازن وحرق. والله اللوت حلو، اللوت مو سيء. من في هنا كمان؟ اما انت ايش جابك هنا يا حبيبي؟ من في هنا شباب؟ من في هنا؟ اوه دخلنا غرفة السي 4. فاضي فاضي، فارغ 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 فارغ. والله جالس يضرب احد والله. هاي هاي، من في هنا؟ الو الو، في احد هنا؟ الو احد يسمعني؟ والله العظيم شباب في احد هنا، الزومبي ما يطلق على الفاضي. بعيد كثير يا اخي، والله بعيد، شلون اروح له؟ شباب هاني يقول لي اتحداك تجي. اوه ماي جاد، ما فتحت هذا بالغلط بالغلط، سكر. الان هاني جالس يقول لي شباب عندهم ثلاث سيارات، مو بس سياره، عندهم ثلاث سيارات وانا شخص هنا فق. يا اخي انت كل مره تطلع لي يا اخي، حل عني، وين ما الف شباب؟ يا اخي هذا رجع طلع. والله لو اوريك، انا مو حبستك بالغرفه هناك، انت من طلعك من هناك؟ تعال هنا. انت من طلعك من هناك؟ من طلعك من هناك؟ اوه ماي جاد، موت يا شيخ. والله لوريك، والله ما خليك مسوي تضربني يعني. والله مالت عليك يا شيخ. كينج ممكالو، ما حد يعني. اوه ماي جاد، هرب هرب اخوي عامر، هرب. والله ما والله ما هرب، متى يموت؟ والله لوريك. الان راح احاول اروح الى احد هاي الاماكن واحاول ادور لي على السياره. شباب هدفي الاول اني القى السياره علشان يمديني اروح التقي بكل الموجودين بالسيرفر واحدا تلو الاخر. اوكي دقيقه شوي بس بحاول ادور لي اكل، حركات هنا على السريع. توقع في مع يب، في عندنا بصله هنا باكلها شباب، ايزي ايزي اكل حركات هنا اوكي جاني زومبي من هنا، كان لازم افتح الباب. ليش اوه شوف شو لقيت حالي يا شباب، سلاح واخيرا. جيب جيب السلاح، جيب السلاح بسرعه، ورا ظهرك ورا ظهرك. اوكي ابلع، معي طلق كمان، لا تضربني بالله عليك لا تضربني. اوكي كويس ما ضربني. اوه شيت يا حبيبي، معي صار مسدس سلاح فيه طلق. ليتس جو شباب، وربي لوريكم. يا جماعه بالمستقبل اوكي، بما اني انا راح اكمل بهذا السيرفر لوقت جدا كبير يعني، افكر اني ابني لي بيت بهي المنطقه هنا، يكون عندك هنا نهر تفتح الباب يا حبيبي تسوي شويه وحركات. اوه ماي جاد شيء خرافي. والله المدينه كبيره شباب، يعني والله اذا ما حصلت سياره هنا انا فين احصلها يا اخي؟ هنا عندنا اكل صح؟ اوكي اكل شباب ايزي. وين الزومبي؟ من متى؟ اصبر. اوه ماي جاد. تعال هنا. اوف العب شكلك. لا 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 اصبر اصبر. اوكي مات مات. ابلع يا البيض ابلع، ما خليتني اكمل هاي تبعنا البروكلي يا حبيبي، خليني اكل البروكلي على الاقل يا طيب. كم الساعة صارت صحيح؟ دقيقة، انا من متى كنت؟ صارت الساعة 5:30 يا جماعة العصر. اوه شيت. لا إذا ذبحته قبل يصحى ابلع. يا سلام ذكي والله انك ذكي، والله انك تفكر يا حبيبي. حصلنا شيء تبن من هنا، انزل انزل. عندنا جراج، اوه الجراجات صاير هنا كويس. الله الله الله، حظ جدا اوه جراجات هنا كمان كويس كويس. تعالوا تعالوا حبه حبه. اوه ماي جاد الجراج هذا الاسطوري. طلق هنتر واخيرا. اللي بعده يا حبيبي سياره. اوه شت شباب سياره بالجراج، وحقيبه كبيره كمان. اوه ماي جاد لما يبتسم لك الحظ يبتسم لك على طول يا حبيبي. وات يمديني الان اروح لهناك واخذ. اوه شت هنا ايش في؟ اه والله حسبت سيارة كمان يا حبيبي، تراكم زودتوها والله ما صدق شباب. شو هاي؟ والله حصلنا السيارة واخيرا يا شيخ. تعالوا باخذ السيارة شباب، اشوف كم ايش. اوه مديني احط لوت بالسيارة كمان صحيح، والله نسيت. اوكي حركات شباب، شوف معنا لوت بالسيارة، مديني اوبن انفنتوري احط فيها لوت هنا. وات كويس والله. ممكانو يلا يا حبيبي ايوه افتح الباب، خش يا مدير. فيها شوي بنزين بس بطاريتها تعبانة شباب، تعالوا نجيب لها بطارية. وحصلت انا بطاريات هنا. سوق سوق تحرك يمديك. ليتس جو. اوكي جالس اعاني فيها شوي بس ما علينا، حصلنا السياره اهم شيء. وين وين كنا؟ وين كنت قبل شوي انا؟ مكان اللي كان فيه كثير جراجات هنا ورا بعض، وين كانوا؟ اوكي من ورا اتوقع. اصبر اسمع، خلي سيارتك هنا مو مشكله، انزل شوي من السياره. ايوه انزل، بخلي السياره هنا ثواني بس. اوكي شباب بدور اذا وين كانت البطاريه؟ حصلت بطاريه قبل شوي تتذكرون؟ هنا هنا اوكي كان هنا كان هنا. اوكي ليتس جو، حصلنا المكان شباب. اوكي نايس نايس نايس، باخذ بطاريات من هنا. اوه بطارية سيارة، ليتس جو يا حبيبي. هاي بطارية سيارة واخذ غاز من هنا كمان، وضع بيكون سليم سليم السليم. ضغط ضغط اف عليها، تشارج باتري. اوكي حطينا لها البطاريات شباب، ليتس جو.
اوكي تم، صار فيها بطاريات نوعا ما كويس مو سيء. بحط البط اوه مديني اشحن هاي البطاريات كمان. اوه ما قلت شوف القيادة. اوه يا حبيبي اوه والله السيارة جدا سريعة شباب. اخيرا تراي انا هاي تاني مرة اتوقع اني اقود فيها السيارة بكل حياتي بلعبة سكام. تاني مرة اتوقع يعني انا ما قد سقط سيارات ابدا باللعبة للأسف، كانوا دائما اللاعبين ياخذونها. فبما انه الان سيرفر لنا ما حد رح ياخذ اي شيء، خليني اروح انا عند هاي البحيرة شباب، بما انه قلت لهم للشباب اني بهاي البحيرة. اوه وصل على البيت كمان هنا، تدرون ايش انا ببقى جنب هذا البيت. اوه على البحيرة شباب. وات والله ودي ابني بيتي هنا يا اخي، والله شيء حلو. هاي قريتي يا شباب، هاي راح تكون القريه تبعي. اوه ناخذ هذا البيت، باخذ هذا البيت ليه شباب؟ والله لاخذ هذا البيت، ليش ما اخذه؟ والله ايزي، شوف المكان عند البحيره هنا، احلى مكان بالبشريه، والله لاخذ هذا البيت، هذا بيتي خلاص شباب، هذا صار بيتنا. ايزي، باخذ الانطلق منه، خلاص هذا بيتي ايزي، في السرير، في كل شيء، ايش الصوت؟ اوه الدب، شباب شوف الدب معنا هنا، لا ترجع عند. اوه ماي جاد، سكر. وات ذا فك شباب، الدب، اريد اصطاد هذا الدب، والله بيكون شيء خرافي. سكر سكر، اوه ماي جاد كان جاني. تعال هنا. تعال هنا يا وغد. وقف هنا وقف هنا. وقف هنا. ابلع، ضربت وحدة. ما بيموت، تعال هنا، لا تهرب. لا يا حرام هرب. اوه يا القهر. اوه يا القهر. والله بجيبه شباب. والله اللي اجيبه لهذا الدب، اركب اركب اوريك. ابشوي هذا الدب هنا شباب هذا المكان. حرك ايش في السياره دي ما تشتغل، حرك هذا الدب لا يهرب علينا. واخيرا ليتس جو. وين راح؟ اخ يا القهر ما حصلته شباب، دورت كثير ما حصلت. شوف الليل صار يحل كمان، لازم ارجع لمكاني. هذا مش هذا ايش هذا هنا شباب؟ هي ايش كمان هي هنا؟ بيت مين هذا هنا؟ شو هي؟ وات انزل انزل انزل، شو هي؟ هذا ايش هذا؟ معسكر؟ والله كانه معسكر يا جماعه. صراحة ودي استكشفه بس السيارة راح تضيع مني. شباب نحن وين دخلنا هنا؟ شو هالمكان؟ اوه معسكر، أول مرة اجي هذا المعسكر. وات؟ معسكر جديد أول مرة أشوفه يا جماعة والله العظيم. هنا برا أوكي، بدخل أكثر. هاي رجعنا على بيتنا، خلاص هذا بيتي يا شباب، هذا بيتي حرفياً. بيتي يعني بيتي. راح أحط قفل هنا وراح أضبط بيتي كلياً. خسارة ما صدنا ذاك الدب، والله إني مقهور. أوف أوف يا القهر. ما رسبان هنا لوت، ما رسبان هنا يمدينا. اوه على الخشب اللي هنا، وات شكرا للخشب. عندي اكل كمان ببيتي كل ما رسبن في. اوه ماي جاد على المي والحركات. الان شباب بصنع لي سرير وبحطه بهذا المكان، وبصنع لي صندوق كمان. اوكي خلاص هذا البيت ضمناه 100%، قلت لكم راح يكون لنا، يعني راح يكون لنا. اوه على البحيره يا شباب، اوه على صوت الضفادع يا شباب. صوت سياره، جاء احد، جاءوا جاءوا شباب جاءوا، هي اللي جاءوا. جاءوا هنا. اوه شباب جاوا هنا، ليتس جو يا حبيبي، ليتس جو ليتس جو. هلا بالعيال، هلا بالشباب. والله شباب هلو هلا، استسلم شباب، لا تذبحوني يا شباب. خرب يومك فورا، اسلحه وشنطه كبير. هلا والله يا اخي، شو اعمل يا اخي. هلا هلا هلا، مين معنا هنا؟ باريو، هاي انت؟ باريو اوكي، هاني سيارتي، انزل انزل. لا شوف 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 يا غراض، بس ما في ما في. والله ما عندي شيء يا اخي. اوه جت سياره ثانيه كمان، مين هذا؟ هاي راج. هاي ثلاث سيارات تستهبلون علي يا اخي، شو المسخره هاي؟ ثلاث سيارات شو المسخره. هلا روج، هلا. وات تناقش 100 سياره هنا بالله. هلا والله. انا تصدق وين لقيت السياره؟ بداخل الجراج لقيتها، فتحت جراج طلعت بوجهي بالجراج. ليش صوتك هيك طالع ولا؟ كيف طالع؟ المايك مو حلو؟ لا وصلت المايك تبعك شوي. مين هبوا لك السيارة؟ وين السيارة صحيح؟ وين السيارة؟ الأخضر رجع أبي لك إياها، بنزين كان قلبت على الطريق. كذاب، خربت؟ لا لا ما ما قلبت، راحوا يعبوا لك إياها بنزين وراجع. تربى كفو كفو. يا كبير ساعدني. بربك تعال نصطاد هي شوي. أما دوب. شي اعطيني اعطيني شي فورا مساعدك، هذا شي اضرب فيه. ما عندي اخذ هي، ما بعرف اذا مش... خنزير خنزير. ايه دب. لقيت دب، يب انا لقيت دب، طلقت عليه قبل شوي بس ما مات. ما عندك طلق؟ ما عندك، امسك طلق امسك طلق. دقيقة، هات هات هاي طلق، هاي طلق بالارض بالارض، حطهم حطهم بالهنتر معك. ايوه كفو، خرطشوا يلا معي كفو. لازم نضرب، يلا لازم نضرب مع بعض. ها من هون ثاني بس تلقي. ايه من هون من هون من هون ثاني بس ايش اخبر؟ جاهز ايه 1 2 3. اوه مات مات ما ما مات، واحدة ثانية.
كفو مات مات كفو روح جيب روح والله وحش لا ما كيف استطه هاي هاي طيب ليش هلا وينك الشباب كله بياكلوا منه بيشبعوا للموت اهلا نازم الشباب او شيء هذا الدب صح جاني اه لانه هجم علي دب هون انا شو صاير فيه تعرف شو هجم علينا هلا شو بالله لازم تحمل معي ها معك حقيبه ما معك حقيبه ليش هيك وضعك كان معي لوت اسطوره بس الزومبي مو طبيعي ايه حسيت والله انا كمان متت منهم والله اوه لك القطع بربك فين نقطع اكثر كمان راح اقطع كمان راح اقطع كمان فين نقطع كثير كثير هو حفله شوي بالليل والله تطلع حلوه ها جيب لك سياره من عبيهم فيها ايه يا ريت فكره حلوه جيب جيب او شيت كفو والله وحش هاي صار معنا قطع لحمة ليتس جو شباب معنا لحم ليوم اللحم الان زي ما شايفين اوه يا كبير فيني اصنع شغلة خرافية الديكور راس ال راس الخنزير عبي عبي يا كبير عبي والله بكفينا شهور هالاكل لا تقول لي وعندنا كمان دهنيات ها الفات طيب كتير اخي انت من الحماس شلت هاي اللحمة ما قطعتهم لسه خلي اخطا من فرزة بعد. اوكي اوكي اشيل حط رجع حط رجع لك شكله محلاه فوق السيارة بربك لك محلاها اسطورية ده يلا لك خلينا نركب ودينا بالله ودينا عجزان امشي بلكي بين لبس لبس ليكو بالارض ايه والله بين لبس يا كبير ليك اوه قسما بالله اسطورة هذا تفرجة شفطه شافت راح بنجاح شافت اوه شيت محلا وات ذا فاك خرافي ايه راس دب واو صحيح انت شفت القاعدة العسكرية هون ولا لا يا كبير تعال شوف القاعدة هاي تعال القي نظرة بس تعال شوف انا انصدمت قبل شوي ليك ليك يا كبير شي ايه نزول تحت شوف نزول تحت مو من هون من هون من هون ايوه من هون صح لا وبلا بوتات ايه بلا بوتات ليك هون الذئب هون تحت ليكو يا كبير هون ورا الشجرة رحله 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 جاي 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 نط معك كفو ايوه قدام 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 ليكو 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 تعال او ماي جاد هجم علي هجم علي الذئب او ماي جاد شباب بموت بموت يا كبير متت اطلع معي اطلع معي اطلع معي تعال اطلع على البرج ما في غير الحل منصيبه منفوق مو راضي يطلع او ماي جاد بموت اطلع بسرعه مات مات اللي تحتك مات كفو ما ضل مات ماتوا ماتوا نزول نزول كفو او شيت دم 82 انا راح بندج يا كبير بعطيك هلا السكينه دقيقه يا كبير راس الذئب راح يكون مولع مولع او هاي راسه هاي راسه راح اصنع لك الماسك جرب اذا انت فيك تصنع يا رجل اوه شيت لك محلاه واو واو وات والله خرافي البسه بالله البسه اهلك اللحمه طارت فوق صارت اللحمه اوه شيت سوي انتر شوف نفسي وشوف نفسك وات رهيب كثير يا اخي والله رهيب عجيب السياره شو رايك فيك لهون ما فيك تدخل يا كبير مسكر لا ما فيني دخله لهون بس فيني والله فيني دخله راح جيب اوه كيفو حركات يا حبيبي والله جاب للسياره والله اسطوري نصفت اللحمه والله صار معي اللحمه اليوم اللحمه لك شوفوا كذب ايش قد فيها لحم ايه شايف والله كثير وين الشباب لسه ما رجعوا وين صاروا الشباب خلصنا عن بندن سيارته ايوه ما بيرجعوا ليجي يلعبوا ما شو هذا كذاب لا خلص قول له اسحبوا عليه بلاقي وحدة ثانية مش مشكلة قول له تعالوا هيك لا يا زلمة خلص قول له تعالوا قول له في حفلة شوي بربك يا كبير قول له تعالوا حفلة شوي خلص اتركوا السيارة تعالوا حفلة شوي شباب قلتهم اتركوا السيارة ايوه ايوه انسوا انسوا خلص مو مهم بجيب غيرها ايزي ما عندكم بسيارتكم وحدة مثل السكراب سيارة هديك لا كان عندنا السيارة مخزنين فيها كل شيء صار جليتش صار السيارة وقعت بالنهر لا وات كان فيها معباية حرام في عنا بيت هون قريب من عنا نروح ندور فيه حبة بس ونرجع ليتس جو خدني عليه سوق انت تعال يلا شباب الان اللي رح اسوي انه رح اروح على هاي المدينة الصغيرة عشان بس نجيب حبة مثل سكراب يمديني اصنع صندوق احط فيه بعض اللوت يعني لانه وضعنا جدا جدا سيء الى الان ما عنا لوت ما عنا ولا شيء
فلازم نظبط وضعنا على الاخير بعدين نكمل. ليتس جو. هذا ايش هذا هنا؟ 100% هنا في متل سكراب. شباب ايش هالمكان؟ اول مره اجي له. وات معسكر. معسكر والله. خليك يعني هنا شويات بس. اما مغلق من هنا. اوكي يمديني ادخل من هنا. والله اذا ما حصلت حبه متل سكراب هنا ما اعرف وين احصلها. اوه معسكر. شو هالمعسكر؟ وات شباب معسكر جديد. يا جماعة والله اسف اذا ما في اضاءة كثير يعني، بس تحملونا يا شباب تحملونا، حتى انا مو شايف شيء يعني. اوه لقيت 3 مسدسات معاي. وات شباب بكب هاي، بجيب المسدسات كلها والله احتاجها. بوم شوت جان، ايزي شوت جان يا شيخ، عطني الشوت جان. اوه ماي جاد، عطني الشوت جان يا اخي. هنا كمان سلاح هنتر 85 كمان. بحط شباب الهنتر هنا للشباب اللي حابينها يعني. ليتس جو، بحط هالجلد هنا. والله اني مصدوم من هالمعسكر البسيط الخفيف اللي صاير هنا. 100% هنا في متل سكراب شباب، 100%. ارجوك يا اخي بس حبه يا اخي. كفو متل سكراب، احتاج حبه ثانيه وخالصين. اوكي بدور هنا، يمكن يطلع لي حبه سكراب هنا كمان. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، حصلنا كل شيء شباب. هنا كمان حبه متل سكراب يا اخي يا ليل. يلا ليتس جو. برجع حاليا على البيت يا شباب وبصنع لي الصندوق وكل الامور تمام بتكون. اوكي نايس. وقف. يا سلام يا حبيبي يا سلام. وينه؟ يلا عم بصنع بس فأس عشان جبت الميتل سكراب. شباب راح نولع نار معنا والله. الدنيا كفو يا كبير، اشوفك تكرفتها حركات. هاي فيك تشغل نار ايزي على اي كام فاير موجود، عرفت؟ بب خشب بب. شباب نحن هنا لا تدعسونا شباب شباب. هلا وعليكم السلام. هاي سيارتي ولا لا؟ والله منيح منيح جيتو. شوف شوف كم الساعة صارت. وين عبيت؟ بربك رحت على A3. وات؟ وفولتوه كمان. والله اسطورة. ايه بيطلع لك شوية على كيف كيفك. هاني الكام فاير تحت، نزول بالكرة على البلو برنتس اسمه، بالبلو برنتس. او ما في نعبي فيها. ليه؟ اه بدها صغيرة مو كبيرة، بدها صغيرة بدها صغيرة. منهم منهم شباب منهم. ليكو ليكو في واحدة صغيرة. ايه في كتار صغار. ايزي في في. هاي راح اصنع منها الصندوق. كفو صنعت الصندوق شباب، اي واحد حاب يحط لوت يحط لوت. هو عندي عندي شباب بالصندوق هون، راح احط مسدسات فيه. ها اللي حاب ياخذ مسدس ياخذ. شباب قبل لا تشغلها ممكن تطفى؟ نحتاج خشب صغير. يلا شغل شغل شغل. هاني شغل. كفو. واو هيب منظر. شباب لازم نصنع سيخ لحمه هيك ما فينا. ها بدنا سيخ لحمه ضروري. جاوب بالسياره. تراكتور؟ بالله عليك تراكتور؟ وات ذا هيك؟ شو هاي شباب؟ الو تراكتور؟ ليك روش وينه؟ وات ذا فك شوي؟ والله مسخرة. وين كان روش؟ السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. هلا شو ها؟ ليتس جو شباب، راح نصنع الآن اللحمة بشكل جدا خرافي. أوه صار فيها لحمة الآن، نايس. والله انت جنيت على نفسك. مين اخذ لحمتي انت هاني؟ والله رجع حبيبي نصنع لك لحمه بنفسك. ليش عم تاخذ لحمتي يا اخي؟ جيبها خلاص انشوت، بدي اكل يا اخي والله جعت. هلا بعطيك واحده خلاص، خذها خذها تعال. لا 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 ما شندو. روح قتلته؟ ايه ليش يا روج؟ قسما بالله معركي. لا تلوت لا تلوت يا اخي دائمي. لا تلوت روج، خليه يجي يلوت حاله والله حرام عليك. ايش؟ سوري ما بدي لوته ما بدي لوته. لا لا شلون بيلتغى؟ روش ابعد عن المكان بطلقك. ها قوسه قوسه محمود. لا لا حرام مفجرة قوسه. حرام حرام والله حرام. موت خاطرك خيو. لا محمود لا محمود لا محمود. وينه؟ قتلته. كفو يسعد دينك. لا تقتلني ارجوك انا فايت على بيتي. لا لا ما قتلك. لا خسرت هلا 100 نقطة بسبب قتلتك. قتلتك روش لانه يا اخي ليش قتلته يا اخي؟ والله حرام. وباري باري صار بالظلم. راح يروح يسبح باري. اكيد لا قتلني على جد قتلني. ليك شكل باري. اسف باري. لا ما اسف. اه فاضي ليك حظك ليك. والله محظوظ يا محظوظ. هاني اعطيه وحده. هاني فاضي طرقي اعطيه. خلص هاني. اها روج زعلت روج؟ هلا روجي قريب. انا مره ارضى بقتلتك.
لا لا روج لا تزعل روج، الانتقامات لازم تسويها ضدي يا اخي. لا ما زعلت والله ما زعلت. وما حبيت تزعل، هلا بدك تزعل بس ترجع. وين موارد روج؟ اعطيني اياهم بالشنطه، انا راح اروح اترك لك بيتك. مين اعطاني تراكتور شباب؟ اي خذ خذ كل اغراضك من هون، واذا بدك روح. يعني عشان تطلع انا اترك لك قناصر ديل هاي. فأس خشب خدت لك اياه، شكرا. شباب شباب اللي قدر يرجع لهون، اوكي؟ ياخذ من هذا الصندوق كل الاغراض المهم يخلوه فاضي تماما ها؟ لا والله. ويندوز ويندوز 100 دولار تبع هذا ويندوز 10 هو بيعملها. قلتوا كفو والله كفو والله. طلقه واحده شغل مو قوي القناصه. ايه ايه والله وحش. فمثل ما شايفين يا جماعه الخير هنا وصلنا نهايه هذا المقطع، اتمنى ان هذا المقطع عجبكم يعني، وان شاء الله بالمستقبل راح تشوفون اشياء جدا خرافيه بهذا السيرفر. مثل ما شايفين هنا معنا ثلاث سيارات، باري راح ياخذ سيارته وراح يروح، هاني اخذ سيارته وراح، ومعنا سياره روج لسه راح يرجع بعد شوي، وهذا التراكتور صار لي يعني نوعا ما. هذا بيتي طبعا هنا يا شباب، ولازم يمديني ابني بعدين. فمثل ما شايفين بيتي جدا بسيط، حطينا هنا صندوق فيه شويه لوت وحركات، وبس بكل اختصار حطيت قفل هنا اذا في حال انسرقت. انا اتوقع اني راح انسرق بس ما علينا، انا راح اخلي شخصيتي تطلع بهذا المكان هنا، اوكي؟ فبس اتمنى انكم استمتعتوا يا شباب، راح ارجع لكم بالحلقه الجايه ان شاء الله بمغامرات بعالم سكم، وراح نبني حول هذا المكان بالكامل نحوطه. فبس ايوه راح باريو. فبس يا شباب السلام عليكم.